بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. يعني بشكر الاباء على دعوتهم ان انا اكون في وسطيكم النهارده. بكره ان شاء الله الحد الخامس باذن الله، النهارده كان الحد الخامس ان شاء الله احد السمريه احد المخلع، وان شاء الله الحد الجاي هيكون الحد الاخير قبل اسبوع الالام. ربنا يجعله كله دايما ايام بركه وخير. هو المفروض النهارده زي ما ابونا مينا قال لي تمسك بما عندك. انا هقرا، يعني انا هخش مدخل كده الاول وبعد كده هنتكلم على الموضوع. هقرا بس الجزء من انجيل معلمنا مرقس صح الثاني من آية 23 لآية 28. بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد أمين. واجتاز في السبت بين الزروع فابتدأ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرون، فقال له الفريسيون: انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل. فقال لهم: أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هم والذين معه؟ كيف دخل بيت الله في أيام أبياثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة، وأعطى الذين كانوا معه أيضا؟ ثم قال لهم: السبت إنما جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل السبت، إذن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. طبعا أنتوا عارفين القصة، أقولها باختصار. التلاميذ كانوا ماشيين يوم سبت في وسط حقل للحنطة، فبيفركوا السنابل زي ما بيعملوا دلوقتي برضو، يفركوها كده ويأكلوا حبات القمح. فالفريسيين زي ما يكون كده قفشوهم متلبسين، قال لك امسك، بيعملوا ما لا يحل في السبت. فالسيد المسيح حكى لهم قصة حصلت أيام داود النبي، كان هربان من قدام شاول الملك. الكلام ده موجود في سفر صمويل الأول صحاح 21. فكانوا ماشيين هربان من شاول الملك هو والرجال اللي معاه، فهربوا المدينة، مدينة عايش فيها الكهنة أو اللويين، سبت لاوي اسمها نوب. فاستقبلوا أخي مالك رئيس الكهنة. أخي مالك ده يبقى أبو أبياثار اللي اتكلم عنه سيد المسيح. تعرفين ممكن رئيس الكهنة الأب وابنه يبقوا رؤساء كان في نفس الوقت، عشان بس اللي يقول لك بص السيد المسيح يقول لك أبياثار وصمويل الأول يقول لك أخي مالك، ما فيش حاجة، يعني فيش اختلاف. فداود النبي قال لأخي مالك أنا جعان، أو الرجال اللي معايا جعانين، فقال له ما عنديش أكل غير خبز الوجوه. وانتوا عارفين خبز الوجوه بيتقدم إمتى؟ كل يوم الصبحية بيتحط 12 رغيف طازة على مائدة خبز الوجوه، وآخر في الغروب يعني ياخدوا الكهنة وهم بس اللي يأكلوه. ولكن لأن نظرا أن الله يريد رحمة لا ذبيحة، فأخي مالك قال ما عنديش غير خبز الوجوه، كله أنت والرجال معه. هو السيد المسيح قال الكلمة دي ليه؟ لأن هو عاوز بس يقول أن السبت إنما جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل السبت. يعني عاوز يوضح إن الناموس وضعه الله لا ليتحكم في الإنسان بحرفية قاتلة، ولكن لكي يخدم الإنسان. ده بالنسبة لي القصة دي باختصار. ما بالك بقى الناموس الوضعي اللي هي اللوائح والأنظمة والقوانين اللي بيحطها الإنسان، هي لخدمة الإنسان ولا عشان تتحكم في الإنسان؟ عشان تخدم الإنسان. فأنا هتكلم النهاردة عن حاجتين: الخادم ما بين الثوابت وما بين المتغير، ما بين الثوابت وما بين المتغير، أو هقول ما بين الثبات والتمسك والمرونة. لو سألتكم سؤال، لو أنا قلت عن إنسان إنه إنسان متمسك، بمدحه ولا بذمه؟ مدح.
طب لو قلت عن انسان انه مرن، بمدحه ولا بذمه؟ مدح. الاثنين ايه؟ الاثنين مدح، بس شعره ما بينهم. لازم اعرف افرق ما بين التمسك والتزمت وما بين المرونه والتسيب. وبعد كده هخش في مدخل اتمسك بايه او تمسك بما عندك، اللي هو موضوع النهاردة. عشان كده صفتين مش عكس بعض، التمسك والمرونة مش صفتين عكس بعض. لكن المهم ازاي يكون عندي الحكمة والإفراز، امتى استخدم ده وامتى هستخدم ده. لو التمسك والثبات زادوا عن حدهم، هقول عن الشخص ده ايه؟ متزمت. لو المرونة زادت عن حدها، هقول عن الشخص ده متسيب. الأول ما بين التمسك والتزمت، هقول إحنا مفروض بنتمسك بإيه. طبعا لما بيقول لنا الكتاب تمسك بما عندك، يعني دي هي الثوابت اللي ما ينفعش تتغير، اللي ما ينفعش فيها هنا بقى كلمة إيه؟ مرونة. ما تنفعش. أول حاجة طبعا التمسك بالإيمان، دي ينفع فيها مرونة؟ لا، ما ينفعش. يقول كده هو بطرس، السيد المسيح لبطرس الرسول: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. يبقى أنت ثابت زي الصخرة، وعلى ثبات الصخرة دي هتتبني إيه؟ كنيسة. يعني ثبات الإيمان ده هتتبني لإيه؟ الكنيسة. يبقى أساس الإيمان ما ينفعش يكون أرض رخوة، لازم تكون أرض إيه؟ صلبة. أنا عارف أنا واقف على إيه؟ على أرض شكلها إيه؟ بولس الرسول يوصي تلميذه تيموثاوس أهل تسالونيكي في رسالة تانية، يقول: فاثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها، سواء كان بالكلام أم برسالتنا. يعني سواء التعاليم في الكتاب المقدس أو في التقليد. هنا تمسك ما فيهاش مرونة. يقول كمان لتلميذه تيموثاوس في الرسالة الثانية: تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. وبرضو زي بقى بعنوان الكلمة، سفر الرؤيا صحاح 3 يقول: ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. يبقى السيد المسيح لما يقول لنا لأن جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق، يجي دلوقتي واحد يقول لك لا ده مجرد ذكرى، ما ينفعش هنا فيها مرونة، ما ينفعش يقول ما كلنا واحد، لازم يبقى فيه إيه؟ ثبات. دي ثوابت. لما يجي واحد يقول ايه ربنا بيحب الكل، يعني لازم يؤمن بالمسيح كله داخل السماء وينادي بخلاص غير المؤمنين، هينفع هنا اقول مرونة؟ دي ثوابت. عشان كده التمسك والثبات على الايمان اللي خلى ابائنا مش مجرد ان هم تمسكوا بس بالتعليم، ده رضيوا كمان ان يسفك دمهم عشان الثبات على هذا الايمان. وطبعا العباره الشهيره للقديس اثناسيوس الرسول: العالم كله صار ضدك وانا ضد العالم. شفت فيديو من قيمه كم يوم كده عن شخص هو اساسا كان من الكنيسه الانجليكانيه، بس أنا بتكلم يعني على الشخص ده بينادي بأن تعليم الكتاب المقدس ترفض المثلية. فالكنيسة الأنجليكانية في إنجلترا عملت إيه؟ رفضته من الكنيسة خالص. فطلع في مؤتمر صحفي يتكلم ويدافع عن الإيمان، فاستشهد بعبارة القديس أثناسيوس، قال لو كل العالم قال حرية شخصية، الإنجيل بيقول لا.
ممكن بقى ايه يتبص له نظره بره، طبعا مش هنا يعني، تبص له بصه ده ايه ده، ده انسان متزمت، لكن هو ايه متمسك. التمسك والثبات ده عاوز اقول لكم اللي خلى كنيستنا القبطيه تتسمى كنيسه الشهداء. التمسك على الايمان ده خلى كنيستنا القبطيه تتسمى كنيسه الشهداء، اكتر كنيسه صدرت شهداء للسماء، سواء في كل حقب الكنيسة، سواء في الحقبة الوثنية أول ثلاث قرون، يا إما الحقبة الملكانية بعد مجمع خلقدونيا، أو حتى في الحقبة اللي بعد كده. كل ده عشان إيه؟ التمسك بالإيمان. امبارح كنا بنعيد بعيد استشهاد قديس سيدون بشاي، طبعا عارفين سيرته النهاردة، سوري طبعا عارفين سيرته، سمعتوها. كان ممكن يهرب من ببساطة كلمة، لكن ايه ما ينفعش مرونة، ما ينفعش ايه طب ماشي نفسك دلوقتي عشان بس ان ايه نطلع من المطب اللي احنا فيه. التمسك بالإيمان حتى الناس البسطة، يعني يقولوا دوت كان يعني كان أرخن في الكنيسة كبير، حتى الناس البسطة زي شهداء ليبيا دول كانوا يعني في اكيد منهم ما كانوش لسه ما يعرفوش يقروا ويكتبوا، لكن الثبات على الايمان ممكن يخلي الانسان يقدم حياته كلها من اجل يمسك فيه. يبقى في الايمان ما فيهوش فصال، في الايمان ما فيهوش نمسك العصايه من النص، في الايمان ما ينفعش حاجه اسمها وجهات نظر، في الإيمان ما فيهوش حاجة اسمها مرونة. يبقى أول حاجة تمسك بما عندك، نتمسك بإيه؟ بالإيمان. نمرة اتنين، نتمسك بالقيم والمبادئ. نتمسك بالإيه؟ قيم والمبادئ. ممكن العصر يتغير، لكن القيمة والمبدأ ما ينفعوش يتغيروا. كان زمان يمكن اللي فينا بقى يعني حضر كم عقد اللي فاتوا يلاقي ان المبادئ كانت ثابتة. دلوقتي يعني كان ممكن تتغير كل 10 سنين، دلوقتي المبادئ بتتغير من سنة لسنة، الانحدار سريع، الانحدار سريع في القيم، الانحدار سريع في المبادئ العادية، لكن في المبادئ ما ينفعش فيها ايه مرونة. ما اقدرش اقول ان هنا محتاجة مرونة. عشان كده ممكن اللي حواليا يتغير، في البيت، في الجامعة اللي بيدرس، في الشغل، في المجتمع، مش عاوز أقول في الخدمة، لكن أنا ثابت على المبدأ، ما أقدرش أغير. ما ينفعش نسمع عبارة ما كله بيعمل كده، أنا بتكلم على المبادئ طبعا. ما ينفعش اقول ان لازم نفتح مخنا، ما احنا بقينا في عصر ايه مختلف، لحسن لما نبقى مختلفين عن الباقي ما يبقاش لينا مكان. لا، ما نبقاش لينا مكان احسن، لكن ما تنزلش عن المبادئ. زي ما بولس الرسول قال في رسالته لأهل روميا، لا تشاكلوا هذا الدهر. شخصية زي لوط البار، لوط على فكرة الكتاب المقدس شهد انه بار، لكن هو قدم تنازل، قدم تنازل. التنازل ده كلفته كتير جدا بعد كده، فقد كل حاجة، فقد زوجته، وقع في خطية شنيعة مع بناته بسبب تنازل. واحد تاني ما قدم تنازل زي ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم لما جه يجوز ابنه إسحاق، على فكرة إسحاق اتجوز كبير، انتوا عارفين كده صح؟ ليه؟ هو عاوز عروسة نقاوة صح؟ هو ساكن في بين الايه؟ الكنعانيين، وهو قال ان مبدأ انه ابني مش هيتجوز واحدة وثنية، واحدة مش مؤمنة، لغاية ما جاب العزر دمشق، زي ما تعرفين القصة، وفي الآخر جاب له رفقة من أرض حران.
لعازر بيسأله بيقول له طب لو ما رضيتش ترجع، هو الـ الـ الإجابة الإجابة مش كاملة في الكتاب المقدس، لكن هو الإجابة إيه؟ وليكن خلاص ما يتجوز ولا يرجع ولا يتجوز من بنات الكنعانيين، يقعد كده أحسن. لكن المبدأ مبدأ. دلوقتي بقى نسمع حاجات غريبة وكله بعنوان الحب. مرة أحد الخدام كان بيخدمه خادم حلو جدا في نظره يعني، لدرجة ان كان وهو في ابتدائي ربنا فوق والخادم ده تحت، ما يعرفش اي حاجة تاني في الحياة الروحية غير ربنا والخادم ده. فبعد ما خلصت مرحلة ابتدائي الخادم ده سابه، وفي اعدادي وثانوي ابتدى يخسع شوية في مدارس الاحد لان الخادم ده سابه. فلغاية ما في نهاية ثانوي الخادم ده جاله وقال له ايه رأيك تخش معايا اعداد خدام؟ كان بقى الخادم ده مسك اعداد خدام. قال له طبعا، ما صدق استاذ فلان ده انا بحبك جدا. دخل اعداد خدام وتخرج من اعداد خدام ونزل خدمة مع امين الخدمة، لدرجة انه من حبه ليه دخل الكلية زي امين الخدمة ده. هو كان مهندس كبير فدخل ايه كلية هندسة زيه. فلما دخل الكلية بقى وتخرج قال له تشتغل معايا يا ربي، كان هيطير من على الارض ايه طير. اول كام شهر في الشركة يجي يلاقي حاجات غريبة كده بتحصل فيه ما بين اللوح وما بين أرض الواقع. تعرفين بقى المهندسين اللي فاهمين كلام عدد سياخ الحديد مش عارف المونة والكلام الحاجات دي. فيا باش مهندس في حاجات غلط. قال له الحاضر أنا هشوف الموضوع ده، كويس أنك أنت قلت لي. شهر يعدي ومفيش حاجة بتتغير. فراح تاني للأستاذ بتاعه يا باش مهندس في حاجة غلط وده في وش الشركة. قالوا بقى اسمع بقى، كلام الانجيل اللي انت بتسمعه في الكنيسة بتسمعه في الكنيسة، هنا كلام تاني. طبعا سقط هذا البرج الايه العظيم، ويعني لولا طبعا ربنا صلاحه ورحمته الخادم ده ما كانش طلع بره الكنيسة. نمرة ثلاثة، نتمسك بالرؤية والهدف. يعني ايه؟ احنا هدفنا ايه في الخدمة؟ واحد اسمه يشوع ابن نون وقف في العهد القديم وقال للشعب كله كل واحد من النهاردة يختار إلهه، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. رؤيتي ايه؟ هدفي ايه؟ الهدف لو واضح قدامي اللي هو طبعا ربنا يسوع المسيح والسماء، بالتالي اي اختيار بختاره، اي كلمه بقولها، اي خدمه بخدمها، اي حاجه بعملها في ضوء هذا الهدف الكبير. هدفي ملكوت الله، يبقى زي ما قلت اي وسيله هستخدمها في الخدمه هتكون لتحقيق هذا الهدف. هدفي هو خلاص النفوس، يبقى اي وسيله بستخدمها في الخدمه لتحقيق هذا الهدف. طيب لو الواحد بقى هدفه مش واضح او رؤيته مش واضحة وهدفه هو ذاته، هتلاقي كل وسائل اللي بيستخدمها في الخدمة لتحقيق ذاته، فتلاقيه يبتدي يستخدم وسائل غلط حتى في الخدمة. ليه؟ هو هدف خلاص النفوس مش قدام عينيه. المهم انا اكبر، المهم انا اسمي ايه، المهم انا اظهر. مرة سأل السيد المسيح تلاميذه بيقول لهم بماذا كنتم تتكلمون فيما بينكم في الطريق؟ فسكتوا لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو أعظم. فقال لهم ايه؟ إن أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. كمان
بيقول في إنجيل لوقا الكبير فيكم ليكون كالأصغر والمتقدم كالخادم، لأن من هو أكبر في عين ربنا؟ مين هو أكبر؟ الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ قدام الناس الذي يتكئ، اللي قاعد على الكرسي طبعا، لكن في عين ربنا مين الأكبر؟ الخدام. عشان كده الكنيسة بتحب الكلمة دي، خادم، واخدينها من هنا من إنجيل. وعشان يديهم مثال يقول كده ولكني أنا بينكم كالذي يخدم، مش أنا المتكئ، أنا اللي إيه؟ أنا اللي بخدم. بولس الرسول يقول لنا لا شيئا بتحزب أو بعجب بل بتواضع حاسبين بعضكم بعض أفضل من أنفسهم، لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو آخرين أيضا. يبقى الهدف لو واضح يبقى كل حاجة بعملها للهدف ده، خلاص النفوس، حتى الأدوات اللي أنا هستخدمها هتكون في خدمتي استخدمها لتحقيق هدفي. دور الكنيسة هو خلاص النفوس، ده دور الكنيسة، دور الكنيسة خلاص النفوس. دورنا الأساسي مش إن أنا أجيب الولاد علشان ألعبهم كورة، دور الكنيسة الأساسي مش أجيب الولاد عشان أعمل بيهم مسرحية، دور الكنيسة مش عشان أجيب الولاد يرنموا ترانيم بس، دي وسائل، لكن الهدف إيه؟ خلاصهم. أنا هستخدم الوسائل دي، هستخدمها لإيه؟ لخلاصهم. أنا مش هطلع فنانين ولا هطلع لعيبة كورة، لكن هطلع إيه؟ قديسين وقديسات. هستخدم الوسائل دي، دي الأدوات اللي في إيدي، بس هستخدمها إزاي؟ تلاقي خادم، معلش بقى سامحوني في الكلام ده، مش انتوا طبعا يعني، بتكلم في حاجات كنايس تانية، مش انتوا، خادم واخد الولاد، يلا بقى احنا عاوزين نرفع راس الكنيسة فوق، الدوري بتاعنا مش هقبل غير كده، ماشي يلا يلا، بس انت يا استاذ كده ايه شجعنا. تلاقي الخادم في وسط الماتش نازل يزعق في الحكم، انت ظالم، انت مش عارف ايه، انت ما شفتش الفاول. انا ما بقولش ان الحكم مش غلطان، بس انا بتكلم على ان الخادم نسي الهدف ونسى الولاد الهدف. نعمل مسرحية عشان بقى الايه الحبكة الدرامية، لازم نعمل ايه، نستخدم كم قلشة، كم إفيه كده، حتى لو استخدمنا ألفاظ مش هي، يقولك لا 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 ده احنا بس عشان نخلي الناس تنفر من الحاجات ديت. لا، مين قال كده؟ لازم اخلي بالي انا بستخدم ايه الأدوات. يبقى حتى في الكشافة انا مش عشان اعلمهم التخييم والربطة هدفي ايه؟ خلاص النفوس. الادوات انا بستخدمها بعد كده، بستخدمها بس ازاي؟ الهدف هو الثابت، الوسيلة متغيرة من عصر لعصر، من عصر لعصر. يبقى النشاط، ما عندناش في الكنيسة حاجة اسمها أنشطة، لكن عندنا في الكنيسة حاجة اسمها ايه؟ خدمات. لو الخدمة دي عطلت لي الولاد عن المسيح بنقص، لكن لو هتجيب الولاد للمسيح على عين وراسي وكبرها وشجعها وابقى كل يوم فيها، يبقى ده ثابت خلاص النفوس. وده معناه ان اي خدمة لازم يكون اللي فيها خدام، لازم يكونوا فيها ايه؟ خدام. نمرة 4، نتمسك بايه تاني؟ نتمسك بالتدبير، نتمسك بالايه؟ التدبير. يعني اب اعتراف اداني تدبير هتمسك بيه، ما ينفعش فيها مرونة. ابونا قال لي اصلي كذا، اصلي كذا، احضر كذا قداس، احضر كذا قداس، دي ما فيهاش ايه؟ ده اتمسك، عشان انا لما اعمل كده حتى ولادي اللي بعد كده بخدمهم هيتعلموا مني كده، يبقى ولادي دايما شايفيني بحضر معهم القداس.
مش بجيلهم على يعني حتى كمان الفقرة الافتتاحية مش بجيها، باجي على الدرس بيه بفتح الدرس النهاردة كذا مع السلام. لا، ده أنا من البداية اليوم ببقى مع فوسط ولادي، وحتى لو أنا عندي شغل أو كده لكن لازم يشوفوني في الكنيسة واقف في القداس، دي مهمة جدا. يبقى أتمسك بالتدبير. طيب، يبقى الثبات والتمسك، الثبات على الإيمان، الثبات على المبادئ والقيم، الثبات على الهدف، الثبات على التدبير. نيجي نخش بقى ما بين المرونة والتسيب، يعني تكملة للإيه؟ للموضوع عشان يبقى متكامل. مبدأ المرونة في حد ذاته مش غلط زي ما اتفقنا، بدليل ان حتى القانون الوضعي للسادة المحامين بقى وبتوع القانون، في القانون الوضعي المشرع يحط دايما القانون ليه سقف، يعني حد أدنى وحد أقصى، فيقول لك كده الجناية دي أو الجنحة دي الحبس فيها من سنة لثلاث سنين، أو غرامة من 5,000 جنيه ل50,000 جنيه. ممكن واحد يقول طب وليه كده، ليه بتلغبطونا، ما تقول على طول حاجة واحدة. لا، لأن كل حالة ليها مختلفة عن الحالة التانية، فالمشرع لازم يدي للقاضي براح يروح ويجي. نفس الكلام في اللوائح والأنظمة اللي بنحطها، هي مش ثبت بيتحكم في الإنسان، لكن فيها إيه؟ ممكن مرونة لبعض الإكستنشنز يعني. طب إيه هي قواعد المرونة؟ برضو دي مهمة. أول حاجة، المرونة تراعي أدوات العصر. المرونة تراعي أدوات العصر، يعني إحنا مننا خدام اتخدمنا بطريقة معينة، فتلاقي الواحد طالع يقول لك لا أنا اتخدمت كده، مش هخدم غير بالطريقة اللي أنا اتخدمت بيها من 20 سنة. لا، ده مش ثبات أو تمسك، ده أنا كده مش فاهم الموضوع، ده أنا كده عامل انفصام تماما عن العصر اللي أنا عايش فيه. الجيل ده إيه الأدوات اللي تناسبه فبستخدمها مع الثبات على الحاجات اللي احنا قلناها. اتنين، المرونة تراعي القامة الروحية، يعني ما ينفعش انا هاجي اقول في اجتماع الخدام يا جماعة كلنا هنصلي ال7 صلوات بتاعت الاجبية، كل المزامير بتاعت الساعات، كل الخدام كده، واللي هيأثر ما يجيش الخدمة. انا اسمي كده هنا ايه؟ أنا بهرج. ليه؟ مش كلنا نفس القامة الروحية. ده حتى عندنا في الدير يبقى أب الاعتراف مع الرهبان كل واحد ليه تدبير. في ثوابت طبعا في التدبير، لكن أنا بتكلم على فتلاقي واحد قامته الروحية عالية فيقول يعني مثلا لو هجيبها في الدير عندي يعني، يبقى أب على اعتراف قامته عالية وبيصلي 150 مزمور، فلما يجي لسه راهب مرسوم من بارح يقول له بص بقى أنا مجرب ودايق، عاوزك تصلي 150 مزمور هتبقى كده. ما ينفعش، في قامة روحية. حتى الأباء الاعتراف مع المعترفين كل واحد مع قامته، عشان كده مش كل واحد نفس التدبير. عشان كده مهم جدا جدا ما قارنش نفسي بتدبير اخويا، اشتغل على نفسي انا. حتى التاديبات الكنسيه، يعني غلطه من انسان تستحق التاديب الكنسي تختلف من شخص لشخص. الغلطة واحدة لكن القامة الروحية مش واحدة. يعني هتلاقي واحد بعيد خالص عن الكنيسة ويخشش أساسا القداس، هاجي أقول له محروم من التناول، ما هو أساسا ما بيتناولش،
لكن خادم وعمل نفس الغلطة هشد عليه. ليه؟ اختلاف في القامة الروحية. يبقى المرونة في الايه؟ تراعي القامة الروحية. المرونة تراعي الظروف. يعني هاخدها، يعني هاخد شوية كده حاجات من التدبير الروحي بالنسبة للآباء. يعني اتنين يخشوا قداس، الاتنين دخلوا متأخر عاوزين يتناولوا، فممكن الاتنين ييجوا لابونا يستأذنوا يتناولوا. في ظرف واحد يقولوا أبونا يناول، واحد تاني يقول ظرف يقولوا لا خليك المرة الجاية. طب ايه السبب؟ واحد يقول لي معلش يا ابونا اصل راحت عليا نومه. اقول له ايه؟ معلش المره الجايه تصحى بدري. واحد تاني يجي يقول لي ايه؟ شغال طول الليل ومحتاجه اتناول. اقول له ايه؟ تعال. هراعي الايه؟ الظروف. واحده تجي لي في عز الامتحانات شهر 5 بتوع الجامعه بقى، تقول لي يا ابونا انا يعني مطحونه في المذاكره بس نفسي اتناول بس ما حضرتش الانجيل. اقول لها خلاص تناول. لو جات لي هي بقى في الصيف وجايه لي برضه بعد الانجيل وتقول لي يا ابونا انا عاوزه اتناول، اقول لها طب اتاخرتي ليه؟ اصل كنت في حفله امبارح بالليل ونايمه متاخر. اقول لها ايه؟ خليك المره الجايه. يبقى لازم اعمل ايه؟ المرونه بس في الظروف. يبقى لما اجي اخد قرار مع شخص لازم ابقى حاطط خلفيه الظروف. وهكذا احنا كخدام مع اولادنا، مع اولادنا مش كلهم هيبقى نفس اتخاذ الموقف. بنراعي قامة روحية، بنراعي الظروف. المرونه تراعي التدرج، ودي ممكن نحطها مع القامة الروحية. الانسان بنحتاج ان نتدرج معاه، ما ينفعش طبعا. المرونة لا تجعل من الاستثناء قاعدة. المرونة لا تجعل من الاستثناء قاعدة. تلاقي ولد اتعود يجي بالتونية بتاعته على التقديس. انا اديت له مرة استثناء، لكن ما ينفعش بعد كده تبقى قاعدة. هو خد ايه؟ خد على كده. لازم لو عملت مرة استثناء ما يبقاش هو القاعدة، وما ينفعش مع الكل. انا طبعا باخد يمكن حاجات تخصنا احنا يعني، بس انتوا كخدام هتلاقي مجالات كتير جدا كده مع المخدومين. وعشان كده الخادم الشاطر لازم يكون عارف كل كبيرة وصغيرة عن ولاده وبناته، الظروف، الخلفيات، الضغوط اللي بتقع عليه، الحالة الاجتماعية بتاعته، الفكرية، الاستيعاب، كل الحاجات دي لازم ابقى فاهمها عشان كل واحد هيبقى مختلف عن التاني. فراعي الكلام ده في اتخاذ القرارات عشان ابقى مرن، مبقاش متزمل. هي مش لايحة حطيتها وتبقى ناموس، لو يعني لو ناموس موسى يعني هيبقى اللي هيعمل كده يترجم، اللي هيخالف ده يترجم. لا، لازم يبقى فيه المرونة. بس اراعي الحاجات اللي احنا قلناها، هراعي القامة الروحية، هراعي التدرج، هراعي الظروف، هراعي ان الاستثناء ما يبقاش قاعدة. ربنا يبارك حياتنا ويدينا نعمة ويبارك في خدمتكم. لها كل المجد والكرامة لله. Son más de la salida.